السلام عليكم خوتي المواليه، تحياتي لكم جميعا. البارحه الخوت طلقنا الحميمات كيف العاده، كنتولعوا فيهم كنخليوهم يطيروا مع راساتهم، والحمامه ديالنا خيخيشه ف راكم شفتوا الضريبه. المهم نحاول نخلي لكم واحد المقطع ديالها مسكينه فاش تضربات، الحمد لله بعد ما داهاش الله يدير شي تاويل الخير وصافي. انتم كما كتشوفوا وعزلها من وسطهم الحميمه العزيزه علينا اللي تبارك الله ديما كتبقى تشد معايا نسون، ضربها لينا الطير الله ياخذ فيها الحق وصافي. ما عرفنا ما نديروا ليها، انا ما نكتبش عليك، ما عارفوا فين كاين في هذه النواحي هذو، هذه البلاصه تقريبا بالضبط هنا فين يعني عنده العشوة هادي، راه نمشي ونخرب عليه، ولكن يعني الحياة ديالو هاديك ما عندنا ما نديرو ليه. حنا قلنا زعما يدي غير شي حمامة اللي راكم عارفين، شي حمامة مثلا الصحة ديالها عيانة، شي حمامة ماشي هاديك. حميمات اخرين الحمد لله الامور راه مزيانة، راه مازال يعني خليت ليهم هداك الباب محلول. هنا عندي انا واحد التجربة ديالي، يعني كنجرب بقاش داك الباب فاش كيبقى محلول كتولي البرد تيبدي يدخل من هاد البلاصه وكيخرج من ديك الجهه، كيدير بحال اللي قلتي شويه الكورونتير. وهاد اللقطه هادي كنديرها انا في وقت السباقات، ولاني تقدر تخرج عليا، يعني الا كان عندي الكورونتير في داير في السجنه غادي يكون مشكل. انا غير درت التجربه هادي وكنحاول نشوف شنو كاين من موراها. راه غادي نعزل الذكور على الاناث صافو، غادي نخلي الذكور كل ذكر يشد بلاصتو. غير هو خاصني نعرف دابا انا يعني نتاوي شكون هاد النتوة هادي، بحال دابا هاد النتوة هادي انا عارف دابا الذكر اللي مزوجة معاه. كاينين بعض الذكور اخرين تا هما مزوجين مع شي اناث تا انا عارفهم، بحال هذا النيت ها هو النيت ولد زبيدة مع هاديك النتوة، وبالنسبة لهاديك النتوة فهي خت هادي وما عليناش، هادو تا هما يعني مزوجين صافي. هادو دابا مو معرفت انا الحمامات اللي مزوجين، دابا بقى لي هاد الذكر هذا تا هو نشوفو تا هو مع مزوج. ماشي غير هو، راه كاين بزاف ديال الذكور، نتمناو فيهم الخير. الحميمات تبارك الله سجينة صراحة الخوت، عطات الاكل ديالها بالاخص يعني وليت هادي كنخليها محلولة، ما كاينش ديك ديال توصل الليل نسدها ولا، فكنخليها محلولة امور راه غادية مزيانة. هاد مسخوط هذا مزوج مع جوج نتاوي، مازال غادي نجيب لك مع الذكر ديال النتوة هادي كاين عندي لهيه تنديرو غادي نخدم بيه تا هو لحقاش بغيت نلعب بيهم. نشوفو السجينة الأخرى ديالنا، هاد السجينة خوتي السجينة ديال الذكور، الذكورة راه فيها الطبلة يعني فيها الطبلة، فهاد السجينة ما فيهاش الطبلة وإن شاء الله راه غادي نصاوبها ليها. المهم الحمد لله الصحة ديال الحمام يعني الزقة تبارك الله، ما كاينش ديك الخضورية وداكشي تيبان يعني بحال قلتي كاينة لا ديال الكوليك. هاد المشاكل ديال هاد الزقات هادو هاديك وليدي وليدي زعما تي تكركر تبارك الله. المهم علينا شاهي الحمامة اللي قلت لكم اخوتي فيها، المهم شكيت فيها مريضة، راه هي تتبان لكم دابا هاد الوقفة هادي ديال الحمام المريض، فالوقفة العادية تقريبا ها هي الوقفة هادي، هاي انتوما شوفوا كي غادي تنزل مرخية. كان قال لي واحد الدري راه يكون عنده نقص في الحديد وهادي، المهم ان شاء الله غادي خاصة ننزل لبني ملا نجيب مع نجيب شي فيتامين يعني نبقى نعاون به شوية الحميمات. الحمد لله الأمور راه مزيانة، فالسجينة تبارك الله دابا تنحس بها صراحة مبردة ومفوجة بحال قلتي في الأول تقدر تريح في السجنة ما تقدرش تريح واحد المدة طويلة، دابا الحمد لله نقدر نجيب كرسي ونريح مع الحميمات ما كاينش مشكل. علاش؟ حيت سبحان الله التهوية مهم ممتازة تبارك الله، نتمناو الخير. هذا تا هو يلاه دخل هو البدالة. المهم راه كاين دابا مع عندي اخوتي شوية العدد ديال الحمام، فكاين ان شاء الله هذا العام هذا راه كاين واحد الحمام غادي يدخل يلعب اللي هو غادي يدخل يلعب رسمي، وكاين واحد الحميمات اللي غادي نحاولوا نلعبوا بهم غير شي مطيلقات باش ما نحاولوش نديروا شي كارثة ويضيع لينا الحمام بزاف. هادشي اللي كاين اخوتي، كنحاولوا نتولعوا بالعقل ما حيت الحمام الصغير هو اللي كيكون عرضة بزاف لذكره لانه يضيع، وبالاخص دوك المطرق القاسحين. وكاين عاوتاني الحمام الصغير هو تبارك الله عاوتاني اللي تيديكلاري تبارك الله مزيان، هاي باش نكونوا فاهمين يعني حنا من الاحسن الحمام ديالنا الصغير يحاول يتفرخ في واحد الوقيته اللي يقدر يلعب ويلعب ويكون عنده واحد يعني واحد القوة جسمانية.
اما تيكون باقي صغير يلا الطيران يلا هادي كتدخلوا السباقات. فانا الا فات واحد المسافه راه مسكين ما تيبانش الا بعد السلالات، راه كاينين بعض الحميمات راه صغارين ويلعب معاك من 100 حتى 700 يلعب مع كاين حميمات شناهم داخلين من طنطان من سماره من العيون، ولكن ماشي كاع الحمام هادشي اللي كاين. المهم حنا كنحاولوا بحال قلت نحترموا هاد الحمام هذا، صافي حمامه صغيره غتلعب غير واحد المسافه ديالها بارك عليها حتى تدير لاج وتبارك الله تما لعب بها والله يسخر الجميع. وين خاص تكون عارف ديك الحمامه يعني لا راس ديالها مثلا السلاله ديالها ممتازه تلعب. هادشي اللي كاين واحد شي شويه ان شاء الله وغادي نطلقوا الحميمات تولعوا فيهم نشوفوا عاوتاني يعني الطيران. دابا غادي نشوفوا شحال غادي يطيروا ونشوفوا كيفاش يعني الحل هاد الفوم المسائل هادي. نتمنوا الخير وكل مرحله تنوصلوا ليها حنا تنبارطاجيو معكم ويسمحوا لنا الاخوان يعني كثرنا شويه الفيديوهات. ايوا الله يدير شي تاويل الخير وصافي. فهاد اللحظه اخوتي نطلقوا الحميمات يلا شو سبحان الله تعطيناهم الاشاره عاد خرجوا منه الخير. يلا وليدي تير المهم الحميمات كاين اللي تيبغي يبقى واحد شي شويه عاد يخرج ما عندناش مشكل. هذه هي اللي درنا فيها الديفوم وما عليناش ندير غادي نحاولوا نعالجوها. فين فينا هما الحميمات قبل ما يغبروا علينا فين 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 ما هما هذوك ما عرفتوش يبانوا لكم ها هما هاد الجهه في هاد الجهه في هاد الجهه. نتمنى انهم يجيو يضربوا عندنا شي طليله هنا. المهم حنا غادي نحاولوا نشوفوا الوقت اللي دايروا يعني شحال غادي يطيروا تقريبا. ها هما تبارك الله يقدروا دابا يكونوا تيبانوا. هذا الفوج اللي قدر انه يخرج نتمنوا فيهم الخير ان شاء الله. كاين الحميمات اللي مزوجين ما كيبغيوش يديروا يخرجوا وكاين الحميمات كبار. ها واحد هو جاي هو جاي استناوه هو جاي. هذا ديما خلاص الذكر اللي كيفلك هذا ديما الخوت ديما تي المهم هو تيتعزل على الحمام تيقدرش يطير معاهم ديك داك الريتم هذاك. ان شاء الله بشويه بشويه الحميمات تبارك الله كيضربوا علينا طليلات اللهم بارك. نتمنوا فيهم الخير ان شاء الله. للعلم الخوت راه درت اليوم يومين ديال الكوكسي تريكو ان شاء الله حتى اليوم حتى هو غادي نعطيهم الكوكسي تريكو. ما بغيت نحاول صافي نحيد داك الشك ديال سميتو ديال التريكومونوز ان شاء الله وتلقى ديال الكوكسيديوز هي ان شاء الله. حنا حاولنا نعطيو ديك 3 ايام والاداء راه غادي يبان في الحمام يعني الصحه ديال الحمام غادي تبان. الحمام تبارك الله ها هو هنا وكاين واحد الفرق ديال خويا منصف ها هو تا هو تبارك الله تيطير مع الحميمات هنا. نتمنوا خير يتجمعوا الحمام ويهزوا الريتم اللهم بارك. ما عليناش ها الحميمات الاخرين هذا راه فايت طاح ليا الزنقه كان واحد النهار مهم تخلع وهادي شويه ومي شويه شويه على بنت غير واحد السيده جارتنا هي الحمد لله اللي عتقاتو اشنو انت هذا تيجمع لينا في العواد. صافي سير اصاحبي وسختي لنا السجنه. هادو تا هما غير تيتزاوجو ما مسلم ما عارفين هما عارفين الطريق وعارفين شنو كاين كيرتاحو. هادو خلاص راه تيفكروا واش يخرجوا دابا واش مازال واش بلاتي صافي كنخليهم على خاطرهم. نقدر نحاول نحط لهم الماء هنا ولكن لا ما غاديش نحط لهم الماء. علاش؟ حيت غادي نحاول نعطيهم الكوكسي تريكو يعني الوقيته فاش كنحطوا الماء هنا راه تيكون يعني الماء عادي غادي يشربوا الماء عادي كيكون الماء ما كاينش مشكل. نتمنوا الخير لجميع الخوت. صافي غادي نخليو الحميمات على خاطرهم. فينا ها هو
هذاك الدفلي محروق ديما تيتعزلو هو ديما تيمشي بوحدو، ما كان عنده واحد المشكل في الجهاز التنفسي في العام الفايت، ومع ذلك قاوم وتقاتل ومهم وتيدخل هذا العام ان شاء الله راه تيبان تبارك الله كاين عنده واحد المستوى اللهم بارك. ايوا نتمنوا الخير، خدامين مع الحميمات توكا توكا. وما كاين ما نخبي عليكم الخوت، الحميمات هادو ها هما هنا، الحميمات الاخرين ها هما تبارك الله يلاه ضربوا عندنا طليله. راه الحمام صراحه راه خرج اللهم بارك وطار بواحد الريتم تبارك الله مزيان، وها الريتم هو باقي غادي مزيان الحمد لله، نتمنوا فيهم الخير. دابا حيت شافوا واحد الحميمات هنا تيفرفروا داكشي باش يعني بغاو ينزلوا، ولكن راه الفئه اللي غادي تكون باقا هازه اللياقه ديالها راه تبارك الله غادي تبقى طايره. هما دابا يشافوا الحميمات هما هنا شي بغى يطير شي تيفرفر هنا، الحميمات الاخرين لهيه ها نشوف تبارك الله سير وليدي طيري معاهم. نتمنوا فيهم الخير الصراحة والله إلا من قبيله الله جاو دابا تقريبا غادي دابا لواحد ربع ساعة هكاك ديال الطيران الحمد لله. شوفوا حنا إن شاء الله مهم فاش غادي ينزلوا غادي نشوفوا الحالة كيفاش دايرة ويعني نقارنوا مع الحالة كيفاش كانت في البارح والبارح. نتمنوا الخير الكوبل ديال هادو ديال الديكور هما راه ولا داك الدكياج تيهيج، الحميمات راه باقي باقي فرقاعة وثاني اخرى هنا راه باقي تقريبا هنا شي باقي لها شي 15 الحمامة هكاك ولا كثر. هادي خلاص اللي مريضة يخلينا على خاطرها وهنا نشوفو ديك الزقة ديالها والو ما مثلا ما كتبش ليها تحطها قدامي نشوفها ما عليناش ما عارف كيفاش تخمم. المهم هادو ديال الديكور راه مازال نصاوب ليهم شي سجينة غير على حساب دابا خاصني الحمام يولفهم باش تكون الامور ممتازة. هادوك مطايفين هاد الجات هادو هاد الجنتاوي والله الا مطايفين من قبيلة راه ما كاين غير الدق والسكات على هاد الكرني. المهم تنديرو راه غادي نعزلوهم غير كنخليو شوية الحميمات يتموتيفاو شوية. الأستاذة خلاص جويدة راه جالسة تسلك مع راسها الحميمات ما كاينش ديك هما تيبينو ليك بلا بغا ينزلو وتبارك الله كيزيدو كيهزو الريتم. هاد الشيء هاد الريتم هذا انا متوقع الحمام يعني غادي يطير مزيان. علاش؟ حيت هاد الشيء وقع معايا العوام اللي فاتو صافي كتبقى دير الطياره الحر للحمام وهادي وكتبقى غادي مع بهذا الشكل راه واحد النهار تيديروا واحد القفزه نوعيه في الطيران لحقاش يكون حتى الفراغات ديال الريتم. الله يلا طفات الكاميرا الخوت وبقيت كندوي ما قلت لكم بالنسبه للحمام دار واحد التخلويضه تنصحبوش واش دخل فيهم الطير. نتمنوا الخير لجميع الخوت الله ما عرفتش واش لقيتها فاش طفات الكاميرا يسمحوا لنا الاخوان اذا تقطعت الهضره هكا ولا هكا. ها الفريق اللهم بارك راه معاهم تبارك الله كاينين معاهم زغاليل دوك اللي جبنا من كازا ما كاينين معاهم شي زغاليل. هاد الوزغي هذا راه مازال ما بغى يعطينا راس الخيط. فينا هو الاخر؟ معاهم تقريبا جوج زغاليل الاخر راه هو راه فوق هذاك الطوبيل هيه نضربو عند هادو شي طويله. دابا بالنسبه لهاد الحميمات الخوت ما حدهم ما خرجوش من السجنه فراه ما غاديش نيطوي ليهم هادشي اللي كاين. لحقاش كاين بعض بحال هذا ما مهم هو موكر تيطير ولكن ما عمرو يعني خرج بحال هكا باش يمشي مثلا يطير مع الحميمات ولا وما عرفتش اش ندير معاه. المهم نخليه حتى هو على خاطرو حتى توصل ليه الوقيته راه غادي يبدا يطير. يلا خرجوا ضربوا شي دويره هاكاك يلا هادشي من قبيله. دابا هادو عاوتاني خرجوا غادي يمشيو ويطلعوا عاوتاني الريتم حتى هما مع الفرق. المهم حنا ان شاء الله فاش غادي ننزلوا الحميمات ونشوفوا شنو عندهم. هادو اللي هبطوا دابا راه حمامات كبار وسبحان الله داروا واحد الخرجه والله خطيرين بالله. الحمام داير هكا صافي خرجوه هما بثلاثه بفت وما ينزلوا. الحمام اللي باقي هز الريتم ها هو تبارك الله باقي
تيفلك مع راساتو. عارفين الحمام الكبير انتوما مع اللياقه مازال ما طلعاتش ما تيطيروش بزاف انتوما عادي جدا. تو ما شاء الله غير شويه بشويه راه تو ما غادي يهزوا الريتم. الحمامات الاخرين خلوهم على خاطرهم. ها هما تبارك الله اللي كيقدر هو التعزلات الثانيه هذه. هذاك الفريخ ديال سميتو ديال خنيفره مازال تا هو تيطير بوحدو. انتما الحمام اللي هز الريتم تبارك الله هو تيطير ما كاينش مشكل. هادشي باش زوين الطيران يعني في الوقت. صافي الحمام اللي هز الريتم راه تيهز الريتم. اللي ما قدراتش راه كتخرج من الحمام والحمام الاخر تبارك الله كيهز هو الريتم. يعني الا كان كلشي مدقدق راه كتنزل وحده كلشي كيبغي يتبعها. اما اذا كان باقي واحد الحمام تيحس براسو انه فيه ما يطير فراه كيطير ما عندوش اشكال. نتمنوا الخير للجميع اخوت. شنو لا مرجعنا والو ما قلتي لنا والو هاد النهار هذا. خلوها على خاطره واحد من الزغاريه راه هو راه حتى هو ما قدرش صافي ينزل. نخليهم على خاطرهم شويه بشويه ان شاء الله وغادي تيسر الامور. هذه حمامه كبيره خلاص هذه راه تبعها لي هذيك نهار الطير. هي هذه المهم الاخوان اللي متبعين وعارفين شنو كاين هادو يلاه نزلوا. هاد الجوج هادو راه باقي عندهم ريشه ريشه كاينه هذيك النتيوه تا هي يلاه نزلات. المهم تا هي حاله فما ما كاينش ديك الحله كبيره وانما كاينه نسبه. هنا راه طار معاهم داك الوزغي طاروا معاهم واحد جوج حميمات اخرين. الحمام زاد هز الريتم وانه فاش بغى ينزلوا واحد الحميمات هنا كبار شي بغى يجيب الدوره شي بغى يوقف وما يتصاطحوا في السماء. هنا كاين واحد الاشكال خاصي بحال قلتي هاد الحمام خاصي نبدا نطلقوا بحال قلتي واحد الفريق نطلقوا بوحدو واحد الفريق اخر نطلقوا بوحدو باش ما يبقاش هاد الربيجاده ديال شي بغى يطير شي بغى ينزل شي بغى يزيد يكمل. وتبارك الله صراحه الطيران والله العظيم الخوت الا باقي شي وحدين راه مازال ما نزلوش من قبيله تينزلوا شي وحدين كيطيروا عاوتاني شي وحدين كتبقى الامور غاديه هكا. ها هما اللي نزلوا حمام كبير منه الخير. هادو تبارك الله هما الحمد لله هازين الريتم ان شاء الله بشويه بشويه. وبالنسبه للحمام الكبير اللي ما غاديش يوجد وما غاديش يكون تيطير مزيان وكذا فراه غادي يدخل لبلاصه البروديكسيون صافي وما يعني ما نلعبوش به. مابقاش خاص الحمام اخوتي خاص يطير مزيان سيدخل انت. هادو اللي بقاو هنا هاديك نتيوا خلاص هاديك ما كتبغيش تخرج هاديك كاع وليني سبحان الله فاش كتكمل البداله ديالها حتى تتكمل البداله ديالها تبارك الله وكتخرج غير كتخرج خرجه وحده من موراها صافي تبارك الله غير الطياره. الحمامه هكاك هي دايره وكاك دايره ما بحال قلتي كاركتير ديالها سبحان الله وكاك دايره حتى في فوقيت الطيران والتدريب كتحط كتدخل ما عمر شي نهار زعما تحطات وبقات كتفرج ولا تحطات فشي بلاصه كتحط ديما في سبوتنيك تدخل. المهم ان شاء الله تنديرو غادي. هذا بخيخيش بخيخيش طارت معاهم تبارك الله مزيان الحمد لله واخا انها راه معطوبه. اجي يا وليدي اجي هذاك البالون هذاك البالون هذا ديال خنيفره ها هو تا هو راه خرج معاهم غير شي شويه هذا ها هو صافي قال لهم بارك عليا انا ها هو نزل نزل وليدي نزل نزل معك المدرب انشيلوتي. الحميمات اللهم بارك صافي دخل وليدي ارتاح مع راساتك شو نضربوا طليله عند الكبيده كي بقيتي شويه بخير الضريبه الخوت صافي شويه بعدا كلشي مزيان بخير بعدا الامور مزيانه. اجي نقول لك اجي نقول لك عاوتاني بديت تخلع عليا هاد الفنيكيش هذا عاوتاني بديت تخلع صافي نخليوه على خاطرو الا زعما ندوي معاه شويه ولكن ماشي مشكل. ان شاء الله حتى هي راه بقات غادي تطيح حتى هي ريشه ريشه دوك الاخرانيات غادي تطيحهم من مورا تقريبا فاش غادي تكملهم ان شاء الله تما غادي يكون واجد الحمام للتدريب خارج اللوط. نتمنوا الخير الحمد لله دابا طاروا الحميمات الصراحه الخوت الله الا طاروا مزيان اللهم بارك هو الفوج الاخر هما مشاو عاوتاني صافي اللي باقي هاز اللياقه راه تبارك الله مطلع يقدر مثلا يكون طالع عندي مثلا تريكو مونوز وفاش عطيتهم ديك الكوكسي تريكو
حلقتي هبط لهم التريكومونوز الامور مشات مزيانه. اشنو اجي اجي نقول لك اجي. هذه ان شاء الله نبدا ديكلاريو بها هكا نتمنوا فيها الخير. هاد اللحظه اخوتي ها الحميمه تاهو منزلو حل هاد الفم كيف العاده راه كاينه الحمد لله. زيد وليدي زيد هذيك تبارك الله انت اللي كانت مضروبه عندنا في الكتف تاهي تبارك الله تقريبا حل فمها بحالها بحالو. لا لا ما تخلعوش ناري ما شفتوش دابا اللقطه اللوز غير بغى ينزل الاخرين طلعوا الريتم شيو ما يديروا اكسيدون في السماء. سير يا صاحبي سير اش باغي عندي هاد الخلوي هذا غير تيشوف الحمام نزل الخوت مشكله والله. ها نتوما الحميمات هما جايبين دويرات اه الوزغي ابرد الوزغي الوزغي وتبارك الله تيطير وسطهم تيكسيري تي تيفوتهم ويفراني عاوتاني في السماء سبحان الله. الوزغي هذا اللهم بارك عندهم واحد الطيره تبارك الله بحال كريغر كاملهم سبحان الله. هذيك هاد الحميمات اللي جاوني من كازا اللهم بارك الخوت اين السلاله نتمناو الخير. ها الحميمات الاخرين كيف العاده نخليهم يستراحوا باش يستراحوا عاوتاني نخليهم يدخلوا نعطيهم الماكله ديالهم. زيد وليدي زيد 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 هاشي اه الوزغي اه الوزغي اه الوزغي تسنى ويجي الوزغي هذيك النهار تمشى ويوقف لي في واحد الدار وبقى تيدير معايا القوالب وخليناه بالجوع من موراه ولا تيجي ديريكت ما يبقاش يدير لي هذوك القوالب. يلا الوزغي فينك الوزغي فينك الوزغي اوجي 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 تبارك الله اوجي والوزغي والوزغي اجي يا صاحبي خليه يتريني مع راساتو. ها الحميمات ومرة غادي مزيانة منو خير جميع الخوت اللي شفت العجي يقول تبارك الله وهي بخاطرو هي بخاطرو ما يكتبها لا في كومونتير لا والو يقول بخاطرك اللهم بارك وزيد في ذلك. منو خير للخوت كاملين في الولاعه ديالهم. الوزغي بغينا نشدو لكم الوزغي جاي ساروخ مالي نيما فين 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 ها هو وين اجي يا صاحبي خليه على خاطرو. طاحت لنا الخوت الكاميرا هو يتخلع الحمام الحمد لله داز السلامات. خو هذا راه مشى لينا لواحد الدار لهيه يلا ضربت عليه تما ها الحميمات. المهم ما عليناش راه خدا وراحته كلشي تيهيج على شي كيطرطقو كيفلكو اللي بغا تدخل راه كتدخل. نزل اوليدي والله الا تخلعو بالله بغيت نشدو هاد اللقطات وما يطيح الكاميرا. الحمد لله داز السلامات ها الحميمات. الوزغي هو قبيل هو طايره هو يلا غي طار الفرق وما يدخل معاهم عاوتاني خاص يجي وينزل باش انا ما نزلش عاوتاني هاد المره يبقى بالجوع. منا خير دابا خو هذا راه هو كاين ليه نتمنى انه ينزل ما يمشيش. لا 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 هذيك شي حمامه اخرى ها هو هو الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ها هو. لحقاش اللقطه فاش طار الحمام تنديرها تتبان لي حمامه بيضاء نزلت لي قلت واقيلا واش هو. الحمد لله دابا راه هو كاين تما بخير بخير مالي ما بغينا يمشي لنا شي هاد الجوج هادو كاينين غير بجوج غيمشي لك مثلا الذكر ولا نتوما مين ما باغي تجيبهم مثلا عاوتاني لحقاش راكم عارفين يعني فاش يكبروا ضروري خاص يتزوجوهم ضروري خاص. اجي بنياتي اجي بنياتي هذا بخيخيش خيخيشو خلوهم ينزلو على خاطرهم خاصني نزل في داك الوزغي هذاك. حميمة تاهو منزلوش وحدي دخل معاهم واحد الخلوي مشكلة تيبغي ينزل داك الخلوي تيخلع الاخرين تيطيرو وتبقى غادي هاكا معليناش خلوهم تينزلو وندخلوهم. هاديك بخيخيش بخيخيش راه طار معاهم الحمد لله لحقاش الإصابة عندو غير في جهة الفخذ. زيد هاكا هاكا ونسمع سبوتنيك مالك يلا دخل 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 دخل
هما جايين. شو هادي هاد الخلوي مشكل والله الا مشكله بال هو سير صاحبي اش باين لي سير سير صاحبي سير اش باين عندي يا صاحبي سير مشكله ها الحميمات الحل هاد الخمو كيف العادة كاين اللي ما حلش فمو كاين اللي عنده مشكل كاين اللي ما عندوش ها الأمور راه غادي مزيانة هاديك أول صدامات هذا خو صدام ودي وسبحان الله بحال والله العظيم إذا فوتوكوبي ديالو لا في الهياجة لا في لافورم هذا طوبيل آخر كان دفلي ونتمناو إلا كان طاح عند شي واحد يحاولوا يطلقوا يدير فيه النمرة وإذا كانت دا الطير ما عندنا ما نديرو هذا الشيء اللي كاين الله يسخر المهم الخوت الماكله راه زدت عليها بودر روز وشي حاجه ديال الكريس تبان لكم تبان لكم الماكله كي ولات هادو راه اسيري واسيري وهادي سيري يلا سير طلع طلع لفوق طلع لفوق هاكا يلا دخل 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 سير سير دخل سير دخل حميمات راه فيهم الجوع دخل 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 لهم ميكلا الخوت المهم حطينا لهم ميكلا هي ياكلوا مع راساتهم نمشي نعمر لهم الوكاله الاخرى باش ما يتكبش كلشي الحميمات الخوت مع ما خرجوش كاملين صافي ما نيطويتش لهم الميكلا راه زدت ليها البودر الروج والكريس الحميمات الحمد لله اليوم راه تبارك الله طاروا مزيان تقدر تكون وصلت تبارك الله شي 20 دقيقة تقريبا يعني ديال الطيران المستمر فهنا ان شاء الله غير الحمام كامل ويهز الريتم ويصوب يعني الجنيحات ديالو يكملوا المسائل كما قلنا فهنا غادي نخدموا معاهم يعني ديك الخدمة ديال الطيران الحر ديال نطلعوا لهم الريتم شي شوية نخليهم يتعودوا على ذاك الريتم يعني باش الحمامات يعني تعطي واحد ردة فعل المسائل باش انها تنتج لينا بزاف د الحويجات اللي غادي يخليوها انها تزيد في اللياقة ديالها فهنا كان يعني نوليو نخدمو مع الحمام بحال هادي كنرفعو ليه الريتم واحد 3 ايام من مورا يعني مثلا دابا دارو مثلا نص ساعة د المكانة كنطلعو ليهم الريتم لواحد 35 دقيقة من مورا بواحد 3 ايام كنحاولو نرفعو ليهم عاوتاني الريتم بواحد يعني 5 دقائق اخرى عاوتاني راه غير واحد تدير لهم غير واحد السيمانه الحمام تبارك الله كيولي كي صافي تيرفع الريتم بخطره وحده هنا فاش الحمام تيرفع ديالنا يعني تيرفع الريتم يعني راه الرايه اللي كنديروا ليها الخوت باش يبدا يعرف راسو بانه راه الا كانت الرايه خاص يطير ما عليناش نحاول ندير لكم شي فيديو على حساب هذه القضيه ديال الرايه باش نشرحوها مزيان فالحمام ديالك كما قلنا الخوت كيبدا يطلع الريتم شويه بشويه فاش يولي كيطلع داك الريتم كيولي يعني تيطير واحد الريتم طالع زائد المده طويله وفاش كينزل كيبقى ساد فمو يعني ما كيكونش ديك الحله ديال الفم والحمام مهلوك فهنا كتقدر انك تخرج الحمام لخارج اللوفت وفاش كتولي التدريب ديال خارج اللوفت كيولي يعني كتولي تدير واحد البرنامج ديال التدريب بحال قلتي اليوم يعني كطير صباح وعشيه ولا كطير غير مره واحده ولا جوج المرات المهم على حسب كل واحد ومره مثلا في السيمانه دير واحد التدريب خارج اللوفت ولا كاين الناس اللي ما تيطيروش هما فوق اللوفت يعني كي غير تيخرج الحمام خارج اللوفت كيولي تريني بهم نيشان تيبدا يضرب الحمام الكولوميتراج نيشان هادشي اللي كاين اخوتي الاولى راه بسيطره غير بشويه بشويه راه فهمتي راه الواحد يتعلم راه ماشي كامل تزادنا معلمين راه غير بشويه بشويه والواحد كيبدا ياخذ واحد الخبره وتيبدا يعرف كيفاش يتعامل مع الحميمات لحقاش الا عرفتي اخوتي الا عرفتو بان اشنو هو الدور ديال السكريات والدهنيات والبروتينات والمعادن والفيتامينات والالياف والاملاح المعدنيه يعني الا عرفتي الدور ديال كل حاجه وعرفتي فين غادي نقدروا نلقاوها يعني غادي تعرف اشنو غادي تقدم للحمام ديالك وانت دوك المكملات اللي غادي تبغي تعطي للحمام غادي تعرف اشنو كتقدم للحمام ديالك ما حدك اخويا كتقلب على الوصفه السحريه والبرودوي اللي غادي يحقق لك النتيجه راه ما عمرك غادي تتعلم اخويا الولاع حقاش هادي هي الولاع هذا هو الحق ديال الولاع خاصني الواحد يعرف اشنو كيحتاج هاد الحمام وكيفاش نوفروا ليه يعني كاينه التغذيه توفروا ليه في التغذيه زائد تقدر توفروا ليه تزيد مكملات وهادي ما كاينش مشكل غير بالنسبه مثلا تغفل على التغذيه يعني الماكله الميلونج تغفل عليه
وتهضر على المكملات فهنا كيكون شويه ديال الاشكال. نتمنوا الخير لجميع الخوت. انا نخليو الحميمات كلاو الماكله كامله وفرا غادي نزيدوه، خلاو شي حبات راه ما غاديش نزيدوهم، وما اكيد غادي نزيدوهم حيت عطيتهم غير نسبه قليله. الحميمات بحال بغا يشربوا غادي نعطيهم الكوكسي تريكو هو اللي غادي نعطيهم. دبرا 3 ايام متابعه هو اللي كيشربوا الخوت. غادي نديروا لهم 10 مليم في لتر ونص ديال الماء. المهم ها هو كيفاش داير، غادي يبقى لاصق ديما هنا في الغلاقه، خاص ديما دير لي الالاعيب. صافي الامور مشات ناضيه. ها هي صافي نعطيو الحميمات يشربوا. سمحوا لي نجيب واحد الغلاقه ديال هذا. يلا دخل 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 يلا زيد 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 دخل 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 دخل. هاد الحميمه اللي هي الخوت بغينا ندخلوا اللعيبه وهي تخرج لينا. ها هي حي يلا وسير اعطيناه يشربوا. هذا بخيخيش هذا والله الا مشكل. دخل 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 يلا شفت الماء شوف. دخل 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 يلا زيد 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 دخل 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 زيد 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 هكا هكا. واحد من صغير الخوت راه مشى راه ما دار معنا القوالب عاوتاني هذا النهار هذا. فبالنسبه للماء هنا راه مازال غادي نزيدهم الماكله. الماء كما قلنا هو كوكسي تريكو. دابا تقريبا درتو ليهم 3 ايام، غدا ان شاء الله غادي يمشيو بالماء عادي. من موراها غادي نزيدو شويه ديال الطيران، فغادي نحاول نعطيهم الوتيب الحامض والعسل العصير ديال الخضره. المهم اي حاجه عاونتي بها الحمام مزيان، ولكن الحمام خاصو يبدا يطير مزيان. نتمنوا الخير للخوت كاملين، الله يسخر لكم في الولاعه ديالكم. والوزغيره ما جاش ما كاين حتى مريح، والله ما عرفتش يكون مريح في شي دار هنا ولا في شي بلاصه هنا. المهم خليه تيجي يلقى غير الكريت مع راساتو يضرب غير الكريت.